أنتقي مع السيد مدير الجهوي محمد تقال في محطة قيمية للدورة الثامنة للمهرجان أو لمعرض الكتاب الثامن. هل نجح تدوير المهرجان وهل يمكن اعتماد هذه المنهجية في المستقبل؟ أكيد تعتبر الدورة الثامنة للمعرض الجهوي الكتاب من أنجح الدورات سواء من حيث عدد الأنشطة الموازية التي نظمت في إطار هذا المعرض والتي بلغت 35 نشاطا بين قراءات شعرية وتوقيعات وندوات فكرية وورشات كذلك لفائدة الأطفال المؤسسات التربوية، أو كذلك هذا النجاح يتمظهر من خلال عدد المبدعين والمفكرين الذين شاركوا في فعالية هذا المعرض الذين وصلوا إلى ما يناهز 60 مبدعا. كذلك النجاح واضح من خلال العدد الهائل للزوار الذين حجوا لأروقة المعارض التي بلغت 31 رواقا يمثلون دور النشر والمكتبات الجهوية والوطنية والمحلية. كذلك هذا النجاح واضح من خلال عدد المبيعات، حيث بعد استقراء لآراء الكتابيين والعارضين تبين لأن هذه الدورة روجت بشكل جاد وهادف لعدد هائل من الكتب والإصدارات. نعم، على مستوى الإقراءات التي توجه يعني التنظيم، على مستوى إقراءات التنظيم كيف يمكن يعني تجاوز الإعاقات أو الإقراءات من أجل يعني مهرجانات كبرى يعني ورفع من مستوى قيمتها يعني والإبداعية وإشعاعها يعني المستوى الثقافي سواء الجهوي أو حتى الدولي؟ طبعا أي تظاهرات تلاقي مجموعة من الإكراهات على مستوى التنظيم، وهذه الدورة كغيرها من الدورات لاقت بعض المشاكل التقنية خاصة ونحن في فصل الشتاء، حيث عرف هذا الموسم أمطار خير غزيرة مما حال دون استقبال العدد الذي كان متوقعا من الزوار، غير أن هذه السعاب وبعضها تغلبنا عليه بفضل دعم يعني الشركاء المحليين وعلى رأسهم السيد عام الإقليم العرائش الذي دعم التظاهرة، المجلس الإقليمي للعرائش كذلك، والمجلس البلدي لمدينة العرائش، وكذلك لا ننسى التفاف المبدعين والكتاب والنقاد والشعراء لمدينة العرائش الذين التفوا حول هذه الدورة حتى عرفت هذا النجاح. نعم، على مستوى تدوير يعني المعرض يعني مستوى الجهة، هذا المعرض يبقى معرض جهوي، وفي إطار استراتيجية الوزارة أو المديرية الجهوية المرتكزة على دمقراطة توزيع الأنشطة الثقافية سنعمل على أن ينظم هذا المعرض بعواصم الأقاليم المكونة للجهة، على أساس أن نأمل أن يؤسس في كل إقليم معرضا إقليميا للكتاب تساهم فيه بطبيعة الحال المديرية الجهوية، حيث ستضع كافة إمكانياتها البشرية والهيكلية من أجل حسن التنظيم.